اليوم علقنا البوسترات حوالي المكان وقعدنا نتدرب مع الادفايزرز حقيننا اللي تعطينا اياهم موهبه، وايضا مع زملائنا وايضا مع المتطوعين اللي سبق وكانوا طلاب في ايسف. السلام عليكم، انا طلبه ريتاج السنه من اداره التعليم جده. اليوم احنا في الوجهه التدريبيه الايسف قاعدين نتدرب مع الادفايزرز، قاعدين نتدرب مع الدكاتره وقاعدين نعطي بعض نصائح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم طالب عبد الله الغساوي، احد اعضاء الفريق السعودي تمثيل المملكه في المعرض الدولي لعلوم الهندسه ايسف 2023 هنا في دالاس تكساس. اليوم بدينا بوضع البوسترات وبدينا نتدرب على الشرح والالقاء. استفدنا من التجارب السابقه للطلاب وايضا من تجاربنا في ابداع وفي الميتينجز اللي كانت خلال فتره التدريب حقت ايسف. اعطانا الدكتور باسل بعض الملاحظات وايضا جاوبنا بعض الطلاب اللي فازوا في السنوات اللي فاتت واعطونا بعض نصائح وتكلموا عن تجربتهم. دعواتكم لنا بالتوفيق وان شاء الله نفوز اكثر من السنه الماضيه واضعتم لنا في الخير. وباذن الله راح نرفع راسكم